لا توجد كلمة رفيعة لتصف كيف أشعر. يا نانسي، ما الخطب؟ أنا حزينة جداً. حياتي أصبحت مهدمة، محطمة. ماذا جرى؟ طلبت من بري أن تختار من تفضل، ماجن أم أنا، واختارت ماجن. حزينة لرؤية بري تحظى بصديقة أخرى. حزينة؟ إن هذا مؤلم جداً. إنهما تضحكان وتمرحان، ولكني صديقتها. أعلم، لكن تملكين صديقات أخريات غير بري. وي يا أمي، أنا أملك العديد. هذه كلمة تعني الكثير. وأذكر عطلة الأسبوع الماضية لعبت مع روندا وووندا عندما كانت بري مسافرة. كان ذلك ممتعاً. حسناً، إذن عندما عادت بري سعدت لرؤيتها، فهي صديقتي المقربة. حقاً، حتى عندما استمتعت باللعب مع أخريات؟ ميوي يا أمي، بالطبع. هذا يعني ما زلت صديقة بري المقربة حتى لو كانت تحب ماجن أيضاً؟ لا أرى مانعاً في ذلك. كان علي ألا أطلب من بري الاختيار بيننا. ميرسي يا أمي. لقد اضطربت. كان وشيكاً. يا بري؟ يا نانسي، تعالي ساعدينا. حسناً، أنا قادمة. يا بري، أريد إخبارك أمراً. نانسي، احذري. أجل، تلك الصخرة زلقة. هيا، أمسكي بيدي. ميرسي. ليه؟ آسفة، آسفة يا رفاق. ليه بأس يا نانسي؟ إنه بعض الطين فحسب. واو، هل هذا ضفدع؟ آسفة لطلبي منك الاختيار بيني وبين ماجن. أعلم أنك ترحبين بها. أتعلمين؟ يمكن أن أحظى بأكثر من صديقة. أعلم ذلك، وأنا سعيدة بالاستمتاع معكما. شكراً. صديقتين أنا وأنت؟ ما أجمل من صداقتنا. نانسي، لا تتحركي. ماذا؟ لماذا؟ انظرا. أولا لا، ضفدع. يا نانسي، لقد غيرت رأيي. أتعلمين ما يبدو ممتعاً؟ كلمتين. حشي. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.